اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج ونسة مع نورهان. رساله شوق تحلق فوق سماوات الابداع السوداني في مجالات مختلفه، اطوف فيها معكم عبر ونسة، ولكم مني كل العشق والاحترام. تشرفت بوجودي معاكم الأستاذ سمير بوكاب والأستاذ الفنان صلاح ياسين. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكِ. أهلا بكِ. وأشكركم على استضافتي معاكم. وفي الأول حابة أسأل حضرتك أستاذ سمير، لو تدينا يعني تعريف بسيط عن تاريخ الحضارة النوبية ما بين مصر والسودان، و وبدأت ازاي، والتداخل الثقافي اللي حصل ازاي، دينا كده خلفية. حضرتك طبعا خبرتك في الموضوع ده عظيمة واحنا حابين نسمع منك. يعني انا شاكر فضلك استاذ نورهان، وشكرا قناة انغام على الاستضافة. وقبل ما اتكلم يعني اسمحوا لي المشاهد الكريم، انا اشكر الكاست، لانه بصراحة الكاست تعبان لي اكتر من ساعتين ونص عشان البرنامج يطلع. بصراحة ده اللي أنا حسيته، فأشكر الكاست كله بصراحة. بدون ما نذكر أسماء نقول لهم شكرا لكم، أنتم تعبانين عشان تنقلوا الثقافة السودانية والتراث السوداني طبعا، وأنا سعيد بكم كلكم. فأعذروني إنه أبدأ به هذا الشكر. الشكر دائما بيكون في النهاية، سامحونا، لأنه ده واجب إنه أقوله للكاميرا زمان إنه أنتم تعبانين، وناس الديكور وناس الكهرباء كلهم بقول لهم شكرا على هذه السانحة الطيبة. سؤالك أستاذ نورهان حقيقة سؤال كبير ويحتاج لكم من اللقاءات حقيقة. عارفة عندك. أما الحضارة النوبية بقدم هذا النيل، وإحنا قاعدين على النيل الأزرق الآن، وهذه الحضارة امتدادها كبير جدا في التاريخ، يفوق 3500 أحيانا ويفوق 7500 أحيانا حسب المؤرخين. وعارف أنها تسبق كمان حضارة القدماء المصريين. نعم، الآن الدراسات أثبتت بما لا يدع مجال الشك أن الحضارة النوبية عمرها 300,000 سنة. الفارق بيقى كبير جدا جدا. والحضارة النوبية في خمسة مفارق عايزين نتكلم عنها. الناس بيفتكروها هي قبائل، لا، هي مفارق جغرافية. دمولة مفرق جغرافي، المحس مفرق جغرافي، السكود مفرق جغرافي، الفديجة مفرق جغرافي، الكنوز مفرق. الناس بيفتكرون دي القبائل، لا، دي ما قبائل. لأنه النوبة أمة وليست قبيلة، والأمة لها معطيات بأن تبذل قوانين وأعرافها ولوائحها من خلال المنظومة الحكمية الموجودة فيها. وهذه الحضارة النوبية امتدت قرون وقرون وسنين، وملوك كثر مروا على هذه الحضارة. لو عايزين نتكلم عن ملكات كمان، أنا أعرف أنه كان في ملكات في وقت حضارة كوش. نعم، كان في ملكات. هذه الحضارة فيها حوالي 67 ملك، منهم 13 ملكة. وهذا الوطن هو الذي أعطى المرأة حقها بأن تبقى وتقود. حضارة بتقدر المرأة وتديها مكانتها، ونحن ما زلنا نقدر المرأة بكل معطياتها يعني. والدليل نحن قاعدين معاك. فهذه الحضارة بكل هذا الامتداد وبكل هذه البواهر من مكنونة، عايزين نتكلم فيها، احنا عايزين كم هائل جدا من الزمن، لأن هي ما زال عليها كثير من الغبار لابد أن ينفض حتى يعلم الناس من هم النوبيون. طيب خلينا نبدأ بحتة اللغة والمفردات النوبية.
ايه من المفردات النوبيه المميزه جدا اللي ممكن تكون منتشره في اللغه العربيه في اللهجه السودانيه او في اللهجه المصريه، او تكون الناس بتقولها وبترددها وتلاقيها مفهومه في اللهجات التانية؟ طيب حلوه يا قوطه. ايوه قوطه دي من دي كده كلمه نوبيه فعلا يا قوطه. نعم، والناس بيفتكرينها كلمه عربيه. لا والله هي ما كده، ومثلها كثيره طبعا. اما في السودان فامثال كثيره، لانه اللغه النوبيه كانت هي لغه العباده ولغه الشعب. واللغه النوبيه كان فيها صنف، صنف يتحدث به الملوك خاص بهم هم، وصنف لعامه الشعب. وهنا اختلفت الناس بانه والله دي مكتوبه ودي ما مكتوبه ودي منقوصه ودي ما منقوصه. اي بس اختلاف في اللهجه بس ولا اختلاف تام؟ هي لغه كامله وليست لهجه. يا نهار ابيض. لا انا قصدي اللي بين الملوك وعامه الشعب. ما دي طبعا لو تلاحظي حتى على مستوى الان، يعني اذا رئيس من الرئيس مثلا الرؤساء العرب مثلا، يعني الرئيس التونسي عايز يقعد مع الرئيس المصري مثلا، حديثهم هيجوا بالعربي العالي العربي الفصيح، لانه ما حيفهموا بعض بالعربي اللهجه يفهموا اللهجه، هتبقى مشكله. العربيه الفصحى لابد من يطلع للعربيه الفصحى، العربيه العليا، الساده الامناء الامراء كده. لما نقعد مع بعض بتبقى الكلام، لو تلاحظي كلامي يختلف عن كلامك في تراكيب اللهجه. ولكن اللهجة المصرية مفهومة عندنا من خلال المدخلات والوسائط الإعلامية من زمان طبعا، يعني فعشان كده احنا عندنا إمكانية انه نفهم. ولو ان احبابنا المصريين يقولوا لا انتم كلامكم سريع قوي ما بنفهمش الكلام ده. فحقيقة اللغة عندنا. طب حضرتك مش شايف انه حاجز اللغة ده منعها شوية من انها انتشارها يكون اكبر؟ يعني حجم الانتشار بتاع اللغة النوبية والاغاني النوبية والفن النوبي والاشعار والقصائد، يعني حجمها من انها تبقى اكتر انتشارا وتبقى متداوله اكتر وان هي توصل للناس، يعني مش كان يبقى الافضل انها تكون اقرب للعربي شويه؟ ولا هل ده خلاها مميزه ومحتفظه بهويتها اكتر؟ طبعا ده الهويه، هوية اللغه مربوطه باستعمالاتها، والمراه هي مكنون هذا الاستعمال. كلامك طيب في حته، لكن عمر اللغه اللي كفترة طويلة ما تكتبت واستمرت رغم جحافل اللغات الثانية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والزخم الاستعمار الكولونيست، لكن هي موجودة بتدرس في المدارس، والآن احنا بنحاول ندرسها في المدارس، وهي الآن موجودة طبعا في بعض المعاهد وفي بعض الجامعات العالمية تدرس. والآن نقترح بأننا توقف في جامعة الخرطوم، ودي واحدة من البشريات. عظيم. لكن اللغة النوبية على مستوى الاستعمال السوداني، مثلا حسأل واحد أقول له ما لك أنت بتعرج، يقول لك والله أنا عندي أجدي الكلمة دي نوبية، يعني عندي آلام نسميها بالعربي الفصيح اللي احنا بنسميه زي اللوز كده، خط دفاع أول. فطيب ماله فلان ده بطنه بتوجع، والله ده موتب. موتب يعني هو مسموم يعني. فالكلمات دي عندنا مثلا يقول لك والله الفلان ده ناشف زي العشميك، الكلمه دي نوبيه لكن مستعمله بقت سودانيه عامه، لانه اللغه بطبيعه الحال بتاخد وبتدي. صحيح. والتناسق ده موجود والتلاقح موجود وما عيب. وعرفت انه كمان في بعض المفردات في اغاني الفنان النوبي المصري محمد منير زي سيا سيا، هي من اللغه كتير النوبية. زي دي وانا قبل بتكلم عشان مندور. نعم. بمناسبه الغنى بقى، يعني الاستاذ صلاح منورنا. الله يخليك. وما ينفعش تيجي سيره الغنى من غير ما نطمع في ان احنا تسحرنا بشيء من الغنى الجميل بصوتك الجميل، وتدينا الأول فكرة عن من وجهة نظرك الفن النوبي وتاريخه ومواضيع الغنى أو مواضيع الأشعار اللي كانت بتتكتب في الأغاني النوبية. بتتكلم عن إيه؟ عن الحب مثلا، يعني عن واحد بيعشق محبوبته، أو بتتكلم عن حب الوطن، أو بتتكلم عن حكاية وقصص وحاجات من المجتمع السوداني والنوبي، بتتكلم عن إيه؟ لا، الأغنية النوبية بيشمل جميع الحاجات اللي ذكرتيها مثلا، يعني مثلا في أغاني عاطفية. حلو جدا. يعني العاطفية. عظيم. يعني أنا شخصيا لما بديت الغنى بديت لأنه والدي الله يرحمه كان قبل ما يموت كان في القاهرة وربتني والدتي. معظم الأغاني أنا عملتها وحررتها للأم. لوالدتي الله يعني الله الله. كلها
وفي يعني عملت أغاني على حسب الوضع بتاع البلد. يعني عادة الأغاني النوبية اللي بيلحنها هو اللي بيكتبها ولا بيستند على شعراء تانيين كاتبين باللغة النوبية؟ والله الشعراء نحن شعراء القدام. الواحد فينا في واحد دفعتي الله يرحمه يحسن إليه صالح والولي توفى كان بيكتب ويغني. أنا الحمد لله بصحة جيدة وقاعد بكتب وبغني. في عشرات من الفنانين الشباب اللي بيجوني في البيت اديهم الاغاني بيغنوا هم نفس الاغاني بتاعتي. حضرتك اللي بتكتبها يعني؟ بكتبها وبلحنها بالعود وبغنيها. يعني حضرتك بتنظم الشعر باللغه النوبيه؟ نعم. وتلحنها؟ انا اتكلمت دلوقتي قدامي عربي ومصري وانجليزي. ما شاء الله كام لغه. وحتى لما امشي جمهوريه مصر العربيه بمشي مع اصحاب الشعراء الله يرحمه، كان في محي الدين شريف شاعر كبير توفى. كان في واحد اسمه حسين جاسر شاعر كبير توفى. عبد الله باتا اولاده دلوقتي لما يغنوا ويجوا السودان بيجوني في البيت. بديهم اغاني. اولاده وفاء غير عادي. فالاغاني مختلف يعني. انا عملت اغنيه اخيرا هسه عندما بدانا نرجع ل يعني نرجع ل نرجع لوادي حلفه. ابتدى في منظمة إشكيت الطوعية الخيرية لإشكيت اللي هو بلدنا في حلفة القديمة في وادي حلفة، فعمل منظمة كبير فيها مساعدات للناس وإعانات، وفي نفس الوقت بيوزعوا أراضي في وادي حلفة للناس عشان الشباب يرجعوا يبنوا بلدهم من جديد. عظيم. حضرتك بقى كتبت عن الموضوع ده؟ كتبت عن الموضوع ده. ده قريب ولا مؤخرا؟ لا قصدي قريب ولا من زمان؟ لا في حدود شهرين ثلاثة أربعة. هايل هايل. كتبت قصيدة باللهجة باللغة النوبية. باللغة النوبية عن موضوع انه إعادة زراعة الأراضي إعادة إعادة تعمير حلفة. الله. طب ممكن نسمع ده دلوقتي ولا بعدين؟ لا ده دلوقتي. لا حضرتك مش هتمشي من هنا النهارده غير لما تغني لنا. ما اغني لكم دلوقتي، عايز اديكم حاجه من الاغاني القديمه عشان نمشي بالترتيب يعني. الاغاني القديمه اللي غنوها وسمعتها 1945 من الفنانين اللي كانوا بيجونا من شمال الوادي، من ناس ابو سمبل ومن بلانه. ابو سمبل من عندكم من هناك. بيجوا هنا ما كانش في حدود زمان. ما كانش في جوازات نخش ونطلع. صحيح. زي ما احنا عاوزين. يعني حضرتك انك اخذت على الاغاني النوبيه اصلا من بدايتها لما كان الفنانين بيجوا من ابو سمبل ومن
عدنا لهذه الجلسة الجميلة في رحاب الحضارة النوبية، وكنا على وشك ان احنا نسمع من الفنان صلاح ياسين غنوة جميلة من تأليفه وألحانه باللغة النوبية لإعادة تعمير وادي حلفة. وادي حلفة حلفة لانك وايغا مجمينة ندن الندنا إركلانكو إندو مغمينا نركلا وروسنا حلفلانكو أيغا مغمينا ندن الندنا إركلانكو إندو مغمينا نركلا وروسنا أي ليلينتو نركتو كندو سناي فايلان أجومني أي ولا أركوني تدفو سناي فايلان أجومني أي ولا أركوني تدفو سناي تيغو سفاي مني ماغا اون مروني ملك الكدفني شرب فوقروني لا لا اركتو دنغو فغنرو جمع من جوجو فغنرو حلفتو دنغو فغنرو جمع من جوجو فغنرو جمع هدوان نغفتي غرو حلف لانكو أيغا مغمينا ندن الندنا إركي لانكو إندو مغمينا نركي لا روسنا إني لفا غاتين جم وجو وكوي إركي تورنا مين أميري أكيرو Inge min kelli weli irkunna min ajek singi garem minno Walla arginu sema koga kelki nyikka nai batta fadegi Nai fewe ngai gi garem minno Ediwe tarko fewi munna ediwe ranga jammewi minno Ediwe tarko fagony munna ediwe ranga jamma gony minno la la irkito dungu fagonyro jamma menjo ju fagonyro halfato dungu fagonyro kutta menjo ju fagonyro jamma hidwa nogo fatigro حلفلانكو أيغا مغمينا ندن الندنا إركلانكو إندو مغمينا نركلا وروسنا والله جميلة جدا جميلة جدا جدا أشكرك جدا بس أنا عندي فضول رهيب إني أعرف الكلام بيقول إيه. اللحن جميل وإحساس حضرتك في الغنى بديع والإيقاع جميل وأنا والله انا يعني اتحركت مع الـ مع الـ مع الغنوه بس عندي فضول رهيب اني اعرف كان بيقول ايه. مش فاهمه غير كلمه حلفه بس مش فاهمه حاجه ثانيه. يتحرك دي دعوه يتحرك براحتك للناس دعوه للناس انهم كلهم يرجعوا لحلفه ويعمروها. وزي هنا في السودان بيقول وحتى في مصر مثلا العربي اليد الواحده ما بتصفق طبعا طبعا فهو بيقول اليد الواحده ما بتصفق لما نبقى كلنا مع بعض ممكن نحن نعمر وممكن نعمل خضره ونعمل زراعه ونعمل حياه من جديد. فكلها مضمون بيقول ما تخلونا انا كمان خلونا انا معاكم يعني ما تروحوا لحالكم تعالوا كلنا عشان نشتغل سوا مع بعض ونعمر البلد. كل الخلاصه بتاعت الغنية حماسيه جدا لا. ومشجعه وكلها طاقه ايجابيه. والله العظيم حضرتك نقلت لي طاقه ايجابيه وانا مش فاهمه ولا كلمه يعني سبحان الله فعلا اللي بيطلع من القلب بيصل للقلب فعلا لا. يعني طب بالمناسبة دي بقى أنا كنت حابة أسأل حضرتك لما بدأت تعمل الإيقاع كده على الكرسي كنت عايزة أسألك هل الآلات المستخدمة دايما في الغنى النوبي زي الطنبور إيه علاقتك بيها؟ بتعزفها بتحبها؟ بعزف عود بلحن بالعود. فالحقيقة أنت
المنطقه بتاعت شمال الوادي زي ما انت عارفه من اب سمبل والحزامين شمال لغايه منطقتنا اشكيت وادي حلفه لغايه نهايه وادي حلفه ده ايقاعهم اللي هو الطار الدف فاهمه بس والعود. هو انا عارفه العود العود يمكن اله مستحدثه يعني وشغالين بها مع الاكورديون والحال اما الكسر اللي هو الطنبور بيسمى الكسر باللغه النوبيه أيوة كسر اللي هو بيستعملوه ناس سكوت وناس المحس وناس دمله. طب يعني هل الناس اللي بتستخدم العود زي حضرتك كده ده نوع من انواع التحديث على الاغنيه النوبيه ولا لا تحديث مع الاغنيه النوبيه لانه بمجرد ما بدينا نحن نغني كنا بثلاثه طيران ثلاثة من غير آلات وترية خالص من غير آلات وترية بس إيقاع فقط لكن يرقص آلاف مؤلفة الثلاثة طيران دي بعد شوية استحدث دخل العود بعد شوية الأكورديون بعد شوية الأورج دي منطقة بقى في الأورج ده كده مودرن جدا لا الأورج ده بقى حديث الفنانين الصغيرين اللي بيعملوا حفلات دلوقتي بيكون الفنان يغني ومعه أورج فقط بيكون الموسيقى ناقصة بس الآلة دي برضو ساحرة جدا يعني حضرتك برضو أستاذ سمير أكيد عارف قد إيه إن هي آلة الطنبور دي هي كانت أقدم الوتريات على الإطلاق أول ناس استخدموها هم النوبيين وبعدين طوروها قدماء المصريين وعملوا منها الهارب ولغايه دلوقتي هي بتستخدم على فكره في مدن قناه السويس نعم تستعلي لانه النوبيين وصلوها هناك اسمها السمسميه عارفه دي كويس طبعا يعني فحضرتك ادينا برضو خلفيه كده انا عارفه ان هي اللي اشتق منها العود واشتق منها الستار الهندي واشتق منها البوزق اللي هو العود الصغنن ده وحضرتك اكيد عارف تاريخها برضو احكي لنا عشان انا مفتونه بالاله دي طنبور الناس بتفتكرها بالطا ودي كمان اشكاليه كبيره هي كلمتين اصلا يعني انا عارف الكلمه القديمه هي طنبور وهي تاء نون باء واو راء كده بتتنطق اصلا هي طنبور البطن المجوف للاله انا فهمت الاله بعد كده لما بتيجي تعمل فيها القائمين والعارض والاسلام والاوتار بيبقى كسر وكسر عند اللغه عند النوبيين نسميه بالعربي المعبر اللي بي بي بيشرح الاحلام والرؤى بس قد ايه هي يعني مميزه انه هي اولا تماما غير السلم الموسيقي المتعارف عليه خمسه هي طبعا خمس اوتار فقط والخمسه اوتار الان الشعب السوداني كله بيرقص عليهم يعني الاستاذ صلاح بيتكلم كبير عن الطار ثلاثه طارات بيشتغلوا والغنى عند اهلنا في حلفه غناء كورالي كوراليست والغنى في حلفه كان على منظومه العاطفه ثم البعد والشوق يعني زي الشعراء بعد 64 والتهجير اصبح في اضافه حصلت اللي هي البكائيات على الوطن والبعد حتى الان طبعا الطبيعه 52 53 54 سنه تقريبا الان بيبكوا ما زال الموجودين في حلفه لانها كانت مدينه ساحره جدا مدينه ذات طوابق مدينه شوارع منجله شوارع فيها اشجار كورنيش على اعلى مستوى فنادق على اعلى مستوى فمدينه كانت راقيه جدا جدا بينما باقي البلاد كانت شويه الى حد لانها كانت مدينه متحضره اكثر من تماس حواليها مدينه تماس فدي كانت مؤثره جدا جدا بالنسبه للطنبوره والكسر له دور كبير جدا في انه يؤثر تاثير مباشر على الغناء السوداني كله واحنا مع منظومه انغام وحقيقة دي حقيقة تاريخية طب بعيدا عن الموسيقى بقى هل في حاجات تانية في العادات النوبية زي مثلا لبس الستات في فستان مميز كده للست النوبية اسمه الجرجال صح؟ نعم احكي لي بقى يعني أبدا هي طبعا واحدة من الأشياء اللي يعني بيلبسوها. يعني الديزاين ده جه منين؟ اللبس الجرجال ده برضه بيلبسوها مجموعة وما بيلبسوها مجموعة تانية مش كل النوبيين بيلبسوها الثقافة النوبية لا ما كلهم بيلبسوها والجرجال ده فيه ثلاثة أصناف حسب علمي فيه احنا ناس بتاعين تاريخ لكن هنخش نبقى بتاعين ديزاينر يعني
المصممين بس هي ديفنتلي الازياء من ابرز ما يميز الحضاره الجوليه بالطبيعة. يعني اعتقد انه ابرز الحاجات اللي تميزها الغنى والفن والازياء والمأكولات هنتطرق إليها بعد شوية أرجوك علشان عايزة أعرف هبدع فيها ليه لما أروح النوبة هيأكلوني إيه هناك متخصص فيها ليه أنا فعلا بعمل فيها كويسة ممكن أعمل يوم لأحبابنا قناة أنغام نعمل لهم يوم فيه وجبة نوبية يأكلوها كلنا بس هتدفع يا ناس أنغام وجبة بلوشي ما في إحنا والله بعدين عايز أقوله في الموسيقى عند النوبيين الأستاذ صلاح اتكلم إنه ممكن المغني شائع وممكن المغني ملحن وممكن المغني مؤدي كل ده ممكن ممكن هناك شعراء وممكن هناك شعراء وملحنين وممكن شعراء وملحنين ومغنيين أيضا ودي موجودة. طب هل ممكن مغني نوبي مؤدي وعازف يستند على قصيدة مكتوبة بالعربي أو قصيدة بالعامية السودانية أو العامية المصرية؟ نعم. يعني مش لازم يكون متعصب للغة النوبية؟ لا في. وأعتقد إن هو لو حصل ده يعني لو في أمثلة من ده هتبقى تسهل انتشارها برضو يعني هيبقى على الأقل عندنا ثقافة الموسيقى بحاجة كلام أنا هقول على غنية يمكن كل الشعب السوداني بيعرفه. إيه بقى؟ عدينا في الكون سبيلة كل الناس بيقولوا غنية نوبية. وأصبحت سودانية وأصبحت حتى عربية لأنه على الجزيرة العربية أنا شفتها في مجموعة من الناس في السعودية وفي الإمارات بيرقصوها رغم أنهم ما بيفهموها فالموسيقى هي إيه هي اسمها إيه؟ اسمها عديلة عديلة؟ هاي لفنان جميل اسمه مكان إدريس حضرتك غنيها لي بقى أنا ما بعرف غني للأسف لكن أنا أوريك أنا والله هو عارف أنا عندي أغنية اسمها ويلا جلة تمه ما نشير بتمه نعم أيوة. ما نسنتون نركوي خسارة ده أنا عمل تكريم قبل كده في نادي الشروق في قناة الشروق وغنيتها هناك والأغنية دي عملتها قبل 30 كابو 30 سنة دلوقتي بيغنوها في السودان وفي السعودية عظيم. اللي هو الأغنية بتاعت كده كده يا تيري الله كده كده بيغنوا طيب يبقى أنا هطلب من حضرتك أنه بعد هذا الفصل القصير تغني لي جزء منها لو مش هيضايقك لو مش هتقل لا ما فيش مشكلة هنطلع فاصل قصير وأتمنى أن يسمعها منك أتمنى لكن ما كده كده والتريلا بالروطانة أوكي فاصل ونواصل بعد قليل اهلا وسهلا بكم تاني وانا كنت واخده وعد من الفنان صلاح ياسين انه بعد الفاصل هيسمعنا غنوه بموسيقى نوبيه ولكن بكلام عربي عشان اعرف افهمه لاني نفسي جدا استعذبها واسمعها بمزاج فاتمنى ان حضرتك يعني تقول لي ولو مقطع صغير هبسك لغير يا سلام بغبغانا بغبغانا ده بلو يا بناي قلبي يا سلام سيكلا غير يا سلام بغبغانا بغبغانا ده بلو يا بناي قلبي يا سلام يا سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيها كلام وفي حديثك في ابتسام بيك يا احلى ليوسك الغير يا سلام بغبغانا بغبغانا ده بلو يا بني قلبي يا سلام لديارك جيت يا روحي ليك ازور ومن كلام الناس ترررم والله قضى السرور في ايديا يا سلام لك هديه يا سلام في يدي يا سلام لك هديه يا سلام سامحيني واعذريني واقبليها يا برو اي سك الغوير يا سلام بغبغانا بغبغانا ده بلو يا بني قلبي يا سلام
انتي انتي لونك انتي طبعك هادي هادي ما فيه البشين تشبه الفل في الجناين حتى عطرك يا سمين قلبي يعلم يا سلام ربي يعلم يا سلام وقلبي مغرم يا سلام بين ضلوعي قايد نار حرام والله حرام الله سك لك غير يا سلام بقبقانا بقبقانا ديبلو يا بني قلق يا سلام الله 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 يا سلام بجد انا لو حد غناني الاغنيه دي هبقى مبسوطه جدا هو غناها ليك بالعربي في رقه متناهيه في اختيار الكلمات وانت زي الفل في الجناين وانت احلى ابتسامه وانت ده حاجه بيفكرك نعناع الجنينه ولا ايه لا لا ده يعني احلى واكثر عذوبه بصراحه يمكن يعني او بالنسبه لي انا مش عارفه حسيتها صادقه اكتر وجميله ومفرداتها جديده مش مكرره ولا مستهلكه ولا لا بديعة أشكرك جدا جدا استمتعت جدا بإني أسمعها بس ده برضو يعني خلاني أفكر في سؤال أنا لازم أسأله لحضرتك مقاييس الجمال بتاعة المرأة النوبية يعني الشاعر وهو بيكتب بيتغزل في المرأة وضحكتك وأنت شبه الفل وأحلى ابتسامة مقاييس الجمال يعني أو يعني أبرز الطرائف النوبية اللي بيرددوها النوبيين عن المرأة أو عن جمالها إيه؟ المرأة النوبية بطبعها جميلة لأنها قليلة استعمال الميك أب عظيم بطبيعة عظيم ويمكن الآن الأمور يعني تشعبت وتلخبطت الآن الناس بقت تعمل يعني استعمالات ميك أب سماع أنا شخصيا من الناس اللي بيحبوا الطبيعة لانه لونها لون طبيعي طبعا والسمره ما بتحتاج انك تعمل لها ميك اب كبير عشان تعمل لها ميك اب لابد منك انت تبيضي بشكل كبير لا انا بقصد الملامح يعني العيون الواسعه مثلا كل ده موجود عندنا يعني الوشوش اللي كانت شبه وشوش الفراعنه بالظبط زي لو بتفتكري توت عنخ امون ايوه بالظبط الشكل ده هو ده الجمال عندنا عظيم كله عظيم ولو بتفتكري الصوره بتاعت نفرتيتي طبعا نفس الوجه طبعا بنفس الطول ونفس الـ 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 الوزن اللي هو ما بيفوت ال 56 الى 60 كيلو ما اكتر من كده يعني طب افرض طويله يا استاذ سامي لا ما فيش يعني هتبقى 60 كيلو ازاي احنا ما عندنا مثلا كلهم من يوم كده كلهم ايوه نعم حقيقه بالمناسبه وبعدين انا عايز اتكلم على انه المنطقه بتاعتنا منطقه ما بين الصحراء وما بين الجبال والنيل المساحة بسيطة بتحتم يعني الطبيعة وهي بتشتغل هي بتشتغل كتير وتشتغل والشغل بيخليها هي فعلا يعني نسميها سمباتيك إن شيب وده مربوط مش كده وبس يعني هم عندهم وصف يعني النوبيين للرجال والنساء يحبوا الجمال بشكل الجمال باعتبار انه الجمال ده له قدسية جاي من فوق من ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله مش بيطاردوا النموذج الامريكي اللي مصدراه الاعلام الامريكي في كل حته شكل الباربي المستهلك ده المصنوع الارتفيشال فيك ده لا الجمال عندنا مربوط بالعشق وليس بالهوى لما اقول هوى لانه كلمه هوى يهوى هي بتدي للاهواء ولا نسميها المجون معلش على الكلمة دي أوكي. لا احنا عندنا الجمال عندنا عشق مربوط بالعشق يعني هحبها ايا كان هي شكلها ايه انا بالزبط. هحبها وشكل الجمال عندنا مربوط بقيمة المرأة هي المرأة اصلا جميلة والحمد لله يعني ما شاء الله وانت يعني صورة الجمال ما بتعرف الجمال لو ما في مضاد لهذه الكلمة طب انا عايزة اجي اتعرف على بعض السيدات واحنا جاهزين والله هتلاقي مجموعة طيبة من النساء الراقيات البسيطات متأكدة. المتواضعات وحيتكلموا معاكي بكم هائل جدا من اللغه العربيه ما بين النوبيه والعربيه عظيم هنحتاج مترجم طبعا عايزين ترجمان لكن في النهايه مربوط الجمال عند النوبيين مربوط مقدس لانه النوبي يقدس الحياه بالطبيعه هو مرتبط بالطبيعه اجمل مرتبط حاجه اشياء الطبيعه اجمل حاجه والله وكل ما بيعملوا بيعملوا مع الطبيعه طب ما كملتلناش كلامك عن المأكولات النوبيه حضرتك استاذ صلاح ايه اكلتك النوبيه المفضله
هتقول له حاجه عكس ما في مشكله يعني. احنا يعني النوبية المفضلة اللي هو طبعا احنا منطقتنا من القراصة دي اللي هي دي فطيرة بتتعمل عندنا من القمح. عظيم. وهي القمح طبعا مادة مهمة جدا عندنا. غلة بتزرع طبعا 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 وبيعملوا منها شطائر زي الفطيرة عندكم في في الصعيد المشلتت زي ما عظيم مشلتت بس مساحة شوية أوسع شوية. سبحان الله يعني في الكثير من العادات المشتركة بين الشعبين السوداني بالتأكيد والمصري على امتداد النيل لدرجة ان الواحد ممكن يحس انهم ثقافة واحدة وشعب واحد. وأحلى طبيخ كده بالفعل أحلى طبيخ طبيخ البامية. أيوة. لما تعملوا بالقراصة دي ويكون فيه لحمة ضاني ويكون فيه اللية. أنا أكلت حاجة شبه كده في النوبة في جنوب أسوان. كانوا ناس بشوشين كده زي حضراتكم وفي منتهى الكرم وعزموني على البامية دي. وفي حاجة اسمها السلابية أو السلاب اللي هو نفس القراصة بس فطيرة. القراصة بس خفيف رهيفة شوية رهيفة خالص بيطبق إلى أربعة ويتخطى مجموعة منها يجيبوا لك مثلا ستة سبعة ثمانية بيضات بالسمنة البلدي. دي أكلة شعبية؟ نعم ويتطور في أكلة شعبية تانية يعني يمكن أستاذ صلاح ما أعرف ناسيها؟ لا ما نسيها بس حاول أنه يمسك الحتة دي لانه شايف ان الشباب قالوا الزمن وكده. فحقيقه في اكلات شعبيه نوبيه اصبحت ايضا سودانيه. يعني انا مثلا وصل للثقافه النوبيه في الاكل وصل لكل الشعب السوداني. انا مش همشي بقى من السودان غير لما اجرب هتاخدوه كله مش ماشي عليه اصلك. فمثلا احنا يعني عندنا من الاكلات المشهوره جدا القراصه اللي قال هو الكبيده عندنا بلغتنا بتتعامل في كم من الإدامة او الطبيخ. اللحم مثلا تعملوها بالصوص مثلا او الصلصه تتعامل معامله خاصه وبياكلوك بيها وما في اكل شوكه وسكين لا كله بايدك تلزيت لحد هنا وكده منظر بديع بديع طبعا. في اكلات الفطيره قال استاذ صلاح لما يدوك لها باللبن الرايب او الزبادي متعه عاليه جدا بالمش يعني. مثلا متعه عاليه جدا يعني ايه متعه عاليه جدا؟ متعه يعني استمتاع مذاق بحسب متعه عاليه يعني ديليشس بيقولوا هذا يعني. بالاضافه لكده في اكله مهمه جدا لو سمحت لي انت والكاست اكيد تفضل تفضل. في اكلات هي عند النوبيين فقط التركين كل المقاصد يعرف التركين كل القصر معاك يعرف التركين كل إدارة الخلا يعرف التركين إلا التركين ده عبارة عن سمك بيصطاد من صغير صغير فعلا النيل. بيجيبوه وبيتعامل معاملة خاصة وبيتخطى على جرار ويندب فترة من الزمن مع كمية من الملح وبيسموه الملوحة عندنا ما زي اللي عندكم لا هنا مختلف شوي والله وبيتعامل معامل برضه بالقراصه اللي احنا قلناها قبل شويه او الكابينه ان شاء الله مش في اكله ثانيه رائعه جدا بيتعامل من الريل البلدي عندنا اسمه كوداد ده بقى متعه لو عزمك واحد معناه اكرمك الى حد التقديس ودي كلها اكلات عندنا موجوده واكلاتنا مربوطه بالزمن بمعنى الموسم يعني مثلا الصيف اكله لحاله الشتاء اكله لحاله احنا طبعا ما عندنا الموسم الرابع عندكم الربيع ما عندنا احنا هنا ثلاثة مواسم الخريف والصيف والشتاء هم أربعة 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 واعتقد كمان وقت الشتاء قليل جدا وقت الشتاء شوية أطول بس أحسن من من السيدة المحترمة الخريف لأنه الخريف في شهرين وبينتهي بس ليله طويل أيوة الأكلات بقى كلها ومربوطة به تقييم عاداتنا وفي غلال تانية بيأكلوها عندنا وهي موجودة وبيعرفوها النوبيين تماما حاجة اسمها الجلباي في حاجة اسمها الشعير اللي بتعرفون في مصر الدخن أيضا والقمح الذرة دي كلها أشياء بيأكلوها عندنا في النوبة أخباز حقتهم هم تتعامل بمعاملة خاصة حتى المناسبات بتاعة الأعياد وكده عندهم أخباز خاصة بهم الكيك والحاجات اللي بيعملوها هم بيعرفوها اللسان متخصصين فيها طبعا بالمناسبة الجمال على الجداريات بتعملها المرأة الجمال الرسومات الجداريات بتعملها المرأة يعني الفن التشكيلي اللي منتشر في النوبة بتعملها المرأة ما شاء الله والرجل بيتم